حقول الموت، هكذا توصف هذه المساحات الشاسعة التي زرعتها ميليشيا الحوثي بالألغام. طبعا الفرد العسكري لا يقع في هذه الألغام، الناس المدنية، الناس أصحاب المزارع، أصحاب المواشي اللي طالع يشوف رزقه، فهم الناس اللي يقعون في هذه الألغام الفردية. لم تفر الميليشيا الانقلابية من منطقة إلا وتركت خلفها حقولا من الألغام، اقتلوا كل شيء يتحرك فوق هذه الأرض. المواشي الذي يعيش فيها جميعا خلصها عبد الملك، جميعا خلصها، ولا بقى لا حجر ولا شجر، نقم المزارع ونقم كل حاجة، رجلا لا يخاف الله. مئات الأبرياء فقدوا حياتهم أو عاشوا بأطراف مبتورة بسبب الألغام التي تواصل الميليشيا زرعها بطريقة عشوائية في المناطق المدنية. طلعنا في السيارة أقول لك رايحين على المخاوف تقربنا اللوم. سبنا بلوم وإحنا كنا نازحين بالقراحي. كانت الإمارات حاضرة لنزع ألغام الموت بكاسحات وأجهزة حديثة قدمتها للجيش الوطني، مكنته من نزع آلاف الألغام منذ اندلاع الحرب. هذا اللغم الذي زرعوها الحوثيين، وكلما طهرنا مساحة نفاجأ في مساحة أخرى إلا وهي مليئة بحقول الألغام. شارك أيضا جنود القوات المسلحة الإماراتية بأنفسهم في عملية نزع الألغام. طبعا نحن نقوم بقطع الطريق كامل لسلامة المدنيين والمارين، الآن هذه عبوة مؤمنة والطريق آمن الحمد لله، ولا توجد أي مشاكل فيه، والحياة مستمرة الحمد لله. نقلت الإمارات ضحايا الألغام للعلاج في مستشفياتها، خصوصا الأطفال الذين نالهم النصيب الأكبر من حقول الموت الحوثية. طفل بريء عمره 10 سنوات تعرض إلى لغم لما كان يلعب هو أخوانه، تم إجراء عملية جراحية تكللت الحمد لله بالنجاح. تزرع ميليشيا الحوثي الموت في أنحاء اليمن، وفي المقابل تزرع الإمارات الأمل وترسل أبنائها لإنقاذ اليمنيين وتوعيتهم بمخاطر الدخول إلى حقول الموت. إذا شفتوا هالأشياء أوكي لا تضغطون عليه.